خلف هذا الشريط في مساحة ربما تصبح منطقة عازلة، يترك أهالي عين العرب سياراتهم ومواشيهم بعد أن تركوا بيوتهم. يحرص الجنود الأتراك على مساعدة اللاجئين، ويحرصون أن نصور كيف يقدمون العلف للحيوانات، لكن لا يسمحون الحديث مع الناس الناقمين. فعدد اللاجئين من عين العرب إلى الداخل التركي 130,000، ينتقلون من هذه المنطقة التي تشبه المنطقة العازلة إلى الداخل التركي. محمد رب عائلة من عين العرب، قاتل في حرب تشرين، شرد أولاده، ذهبوا في اتجاهات مختلفة. محطته الأولى بعد أن دخل إلى تركيا هنا، يفترش التراب الأحمر الذي لون وجه أحفاده. نحن طول عمرنا الشعب متواضعين، درويش، فقراء، لك أنت كردي، الله خلقني كردي، شو بدي أقول؟ بدي أقول لله أنت ليش خلقني كردي؟ أنا كردي مسلم سني، اسمي محمد. قلصت تركيا عدد المعابر الحدودية من 8 إلى 2، وبدأت بتجهيز مخيم بالقرب من الحدود، كان بالأمس حديقة للأطفال. فتنا أول يوم، أول مرحلة دخلنا وسجلوا أسامينا، وحتى سألناهم لشو هالأسامي، ليش عم تسجلوا؟ قال مشان تاخذوا الهويات، تاخذوا الهويات مشان تجيكم المساعدات أو ما بعرف مساعدات كذا هيك، هيك خبرونا. حتى سألتهم نحن فينا نطلع نروح ونجي؟ قال ليه عادي فيكم تروحوا وتجوا. هنا أمام مبنى البلدية في سروج يسجلون أسماءهم قبل أن ينتقلوا مع عائلاتهم إلى الداخل التركي بانتظار حسم المعركة. شادي شليلا، سكاي نيوز عربية، من مدينة سروج التركية.